لك مانيش مسامح، ربما روندا رابعة لأنه انتقلنا من روندا لروندا، وانتقلنا من تحرك لتحرك، وانتقلنا من مناقشة نسخة نتاع مشروع مصالحة اقتصادية إلى نسخة بريسك نهائية خرجت من الجلسة العام من لجنة التشريع العام ومشيت للجلسة العامة اسمها مشروع قانون المصالحة الإدارية. اليوم تم الدعوة لجلسة عامة للمصادقة على قانون المصالحة. حمد مانيش مسامح دعات مجددا لوقفة قدام مجلس النواب، البارح وقفة كانت في وسط البلاد شارع حبيب بورقيبة من مسرح البلدي، اليوم مباشرة قدام مجلس النواب، والمطلب هو نفسه التصدي لقانون الفساد الإداري. اليوم المسؤولية التاريخية راهي ملقات على عاتقنا. النواب الداخل ما عادش ينجموا بالفم، قال رانا ولينا نهرجوا باش ملف ما يتعداش. جلاد الشعب يا اسقط، جلاد الشعب يا راه الشارع ملك الشعب، يا راه الشارع ملك الشعب. ولا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون. اليوم بالحق صوتوا على القانون وعدوه. نحب نبشركم ونقول لكم يا شبيبة تونس المناضلة، يا شبيبة تونس الواعية واليقظة، ردوا بالكم لا تهبطوا يديكم، لأنه ما زالت المعركة قانونية وغير قانونية. احنا اليوم لمدنا أكثر من 35 تصحيحة من أجل الطعن في دستورية هذا القانون. وهذا قناش العركة ما وفاتش، دائما مدنية سلمية ما يجروناش للعنف، دائما بشعارات واضحة وأهداف واضحة، لا فيها لا حقد لا تشفي، فيها الدفاع على الجمهورية، فيها الدفاع على الديمقراطية، فيها الدفاع على الشعب، وفيها الدفاع على القانون. احنا اليوم انتصرنا للقانون، دفعنا عليه، هما عفسوا عليه بسقيهم، وذاك علاش لازمكم تكونوا فخورين باللي عملتوه، ونحن فخورون باللي عملناه. نحن في حملة مانيش مسامح. المحطة هذه ماهيش المحطة الأخرى. القانون هذايا تتحمل الحكومة كل مسؤولية في الاحتجاجات اللي باش تصير عقب تمريره. يتحمل ائتلاف الحكم ومؤسسة رئاسة الجمهورية كل تبعات الاحتجاج اللي باش تشمل الجهات، واللي باش تشمل القرى، واللي باش تشمل المدن التونسية، واللي باش تشمل العاصمة يوم السبت القادم في تحرك مركزي لحملة مانيش مسامح